هذا بدي الله فصل الوضرون يلا وادي يتحرك من الدلة عمر الخبز خلط عمر الخبز أقول لكم ذا بعد الواحد الفيديو الجاي إن شاء الله بين الساحة بعد العصر باش غادي تكون واحد الحاجة يعني انكرويابل شحال من واحد غادي يقول لك اودي راه خلو بوبري ايش راك تحسدوهم راك تديروا لهم راك كذا انا ماشي حاسدينهم كاين البلايص ديالهم كاين فين درت لهم الدوله فين يمارسوا التجاره ديالهم ماشي في الشارع ولكن مضروبين على الشارع يا خويا وحتى احنا عندنا واحد الثقافه لو كان مواطن يعني ثقافة بحال في أوروبا يعني ما غاديش يبقاو يشريو على برا ما حد الناس كتشري على برا وتخلي الأماكن الخاصة للبيع والشراء راه ما غاديش يكون هاد الفوضى ها واحد راه فرش في الأرض عاود الكسوة ولا ما عرف داكشي ها هو غادي يبلعها ها هو كان عنده في الكروسة فرشها في الأرض ها الطوموبيل واقع غادي تفوت بصعوبة ها واحد غادي يرجع فين بدلعت بها اصحاب الزيتون ها جميع الحاجة اللي خصها تكاجي عند ساحة كربلاء احنا ما حسدنا حد على التجارة ولكن كاين اماكن خاويين غادي ندير واحد روبورتاج على المركب التجاري اللي راه خاوي بصفة نائية جميع الأماكن فارغة الباتري للأسف الباتري راه كيتقاضى ها واحد الطوموبيل عاودة جات رجعت ها هو هذا غادي يبلعني شحال الطريق سلام